اسمي محمود جروان هلال. تاريخ مكان الولادة 1933 خاطي. من كان المختار عندكم؟ محمد العوض. هذا من العويسة، هذا مختار على الكل. كان عنده مضافة يستقبل فيها الناس؟ عنده مضافة بس أنا والله ما شفته، يعني ما رأيته. كان عندكم مدرسة؟ نعم كان في مدرسة. درست فيها شيء؟ صف أول. كان عندكم بساتين؟ لا لا لا، أراضي بس، أراضي للزراعة. تزرع الحنطة والشعير والفول والعدس والكرتنة، أي والحمص والترمس. ما كان في زيتون؟ مليان في زيتون، في زيتون. وين كنتوا تعصروا للزيتون؟ ياخذوا على المعاصر، على ال شو اسمه، على طبرية، على صفد، يأخذوا في معاطر هناك في البلد، مدينة هناك يحملوا هالزيت ويفرطوا ويأخذوا هناك يعطروا. كيف كان شكل البيت اللي كنتوا ساكنين فيه؟ بيت تقريبا مثل هذا بس على حجار، يعني حجر، يعني مثل هذا تقريبا نفس الأعمار هذا، وفوق كسوت وخشب وتراب. انت رحت زرت قرى ثانية في فلسطين غير؟ لا 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 لا، ما رحت شيء، وصلت للجعونة بس. وطفد اتذكر خذاني المرحوم على الفرس وراء صغير هيك، يعني متربش به مرة واحدة بس طفد. اما على الجعونة رحت مرتين ثلاثة معه. كيف كان شهر رمضان عندكم؟ نسيني هم. كان حلو؟ ايه منيح والله، حلو والله. كلها تفرح لما يجي شهر رمضان، كلها يعني مثلا احنا جيران لك وجيران للاخ ونور، كنا نجي نفرد الاكل وكلياتنا سوا ناكل الفطور والسحور نفس الشيء، كلنا مع بعضنا. يعني اذان يأذن واحد يقول الله اكبر وخلاص، بدون ما جامع، ما في جامع. كان يصير مشاكل بينكم وبين اليهود؟ كثير يصير بس ماني ما اوعى هالشيء هذا. يجي الاستاذ تبعنا يقولوا يلا كل واحد يروح على بيته، نسمع لطخ يعني شبكات هاي. شوف اليهود انه وقفونا مع الطريق وطالب يضربوا علينا على الثوار. يجي اليهود على البلد اللي عندكم؟ لا، لانه احنا مثلا مخصصين كانوا على معرفتي في 300 شاب هذول يحرصوا، كلهم بروده واحده، مخصصين كلهم بروده بندقيه واحده، البروده طلقه طلقه. يعني عملتوا حراسات؟ عملنا حراسات بسبب يربطوا على الطريق يعملوا حجار، كل 20 واحد يروح مسوى يحرصوا هيشين كثير، عملوا حجار على الطريق يسكروا الطريق. طيب شو اللي كان طلعتكم من القرية؟ طلعنا الإنجليز. شو دي طلعنا؟ الإنجليز. الإنجليز كان يقول إنه اليوم أنا طالع من الجعونة، تعوا استلموا. لمين يقول إنه يعني للعرب للإسلام، تعوا استلموا، يعني يروحهم يلقوهم اليهود قاعدين ماخذين سلاح كامل وبلشوا رشوا عليهم. ما عاد هذا بعدين تكاثروا علينا، دبابات معهم، طائرة معهم، كانت بعد طائرة يقولوا لهم كامل ما في غيرها. هاي بس تطلع تبلش تضرب. طلعت الناس. كل الأهالي طلعوا؟ طبعا، ولا مو كله، في ناس هناك يعني ما كله، مو شرط. هل اللي موجود على خط النار طلع، ولا مو موجود ظل. اللي بعيد يعني ظل جوا. شو أخذتوا معكم لما طلعتوا؟ شو أخذتوا معكم؟ شو حكوا معنا؟ شو أخذتوا معكم لما طلعتوا؟ ولا شيء. مثل ما طلعنا من المخيم خلينا بيوتنا مثل ما هي. طلعت الناس بروسها بثيابها.
أول ما طلعتوا لوين جيتوا؟ جينا على الطيحة، هاي حد بين إسرائيل وبين فلسطين. فتنا فيها بالطيحة وقعدنا. بعدها طلعنا على وادي السمك، كما في وادي يقول وادي السمك بسوريا. بعدها طلعنا على الرزدانية. بعدها طلعنا على خان الشيح. بعدها طلعنا على اليرموك آخر شيء. طيب حج لو قالوا لك اليوم ارجع بترجع؟ يا ريت هلا يقولوا لنا، مو اليوم، هلا هلا.